يعني مش اقول لك احنا بنحتفل فيه، قلت لك انا بالاساس احنا ما بنحبه هذا اليوم، ان شاء الله يلتغي ويطلعوا كل الاسرى، بس احنا بنحاول نوصل صوت الاسرى، صوت الاسرى لبرا، لانه احنا مش كل حدا، مش يعني الاسرى اللي برا مش نفس اسرى فلسطين، ما حدا بيعاني نفس اسرى فلسطين، فاحنا بهذا اليوم بنستغله انه نسمع صوت الاسرى لبرا والكل يسمعنا ويسمع صوت الاسير. انا تجربتي بالسويد انه انا مثلا يوم الاسرى، يوم الاسير بالذات، الواحد كنا نحتفل فيه انه الجاليه الفلسطينيه كلياتهم يطلعوا مع بعض، وكنا اخذين مثلا تصريح من الحكومه السويديه انه احنا لازم بدنا نطلع احنا بهذا اليوم. الجاليه الفلسطينيه حتى لو ما عندهم، الناس الموجودين بالسويد او باي مكان ما عندهم اسرى، بيطلعوا بيحتفلوا معنا، مش بيحتفلوا يعني بيطلعوا بيحملوا معنا صور الاسرى كلياتهم. حتى بيصير في تعاطف دولي، حتى السويديين صاروا يتعاطفوا معنا، صاروا يسمعوا قصصنا، يسمعوا ايش قصة هذا الأسير وقصة هذا الأسير، وانه يشوفوا انه هذا أسير كبير في السن ومحبوس وفي أسرة، غير انه الأسرة البنات يعني اهم اشي. بتعرف اقول لك بصراحة، هذه إسراء الجعبيس اللي انحرقت، اللي حرقوها وابنها بطل يتعرف عليها، قال غيروا لي امي. يعني لما انت بتروح مثل هاي القصة تحكيها قدام الاجانب، قدام باي اوروبا، رح يصير في تعاطف دولي، رح يصيروا يحسوا معنا. وفعلا صار هذا القصص، وصاروا حتى السويديين والناس باوروبا كلياتهم هم يصيروا يحملوا صور اسرانا.